كان خير حسن لذاته، خير بذاته، والكفر شر قبيح لذاته، شر بذاته، هو نفسه شر. لكن الفقر، المرض، نقص الأولاد، نقص العمر، ما يدور حول هذه من فروع ابتلاءات، هذه أمور ليست حسنة ولا قبيحة لذاتها، بل هي نسبية. فالمؤمن إذا افتقر أو مرض أو ليس له أولاد أو قصر عمره، بما أنه مؤمن وشرط الصبر، الآن هذه أمور خيرات لأنها ترفعه في الآخرة. يسبق فقراء أمتي أغنياهم بنصف يوم، وذلك 500 عام. وإذا الإنسان أنعم الله عليه بالولد والمال وطول العمر والصحة وغير ذلك، شرط الشكر أيضا هذه رفعة في الآخرة. يعني الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟ هذا عند العلماء له كلام. أنا مع أن الفقير الصابر مرتبته وبحسب ما سأبين أفضل من الغني الشاكر. المهم أن هذه الأمور، الغنى والفقر والصحة والمرض وطول العمر والقصر والأولاد، هذه أمور نسبية. ليس بسلبها نقول هذا الإنسان مغضوب عليه من الله، ممكن يكون من أحباب الله، أشد الناس ابتلاء الأنبياء، طبعا بشرط الصبر. وليس بعطاء الله لهذا الإنسان هذه الأمور، الصحة وطول عمر والأولاد، نقول هذا في رضاء الله، بل بشرط الشكر. هذا للمؤمن. أما للكافر، سلبها إذا لم يرجع وأعطاه إياها مع الكفر، كل هذا شر. يعني إن أخذ منه المال والولد وقصر عمره مع كفره يستحق هذا، لأن الله حكيم وعدل سبحانه وتعالى. فكفره شر، وهذه حصولها له شر، لا نقول خير إلا إذا ردعته رجع إلى الإيمان، لكن لو مات عليه إذن هذا شر وعاقبه الله عليه، كفره وعاقبه الله بهذه الأمور. لكن ولو كان كافر وأعطاه الله النعم ولم يرجع ولم يتب، نقول هذا يعني أيضا نقمة عليه وغضب في الدنيا وفي الآخرة، ولا نقول هذا يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى بما أنه كافر. فإذا هناك أمور ذاتية وهناك أمور نسبية.